يروي أحد علماء الطب الألمان قائلاً: كنت مسافراً يوماً وصادفني في المطار شاب قدم لي نسخة مترجمة من القرآن الكريم، شكرته ثم وضعت النسخة في جيبي بنية إلقائها في سلة مهملات بعد أن يتوارى الشاب عني حتى لا أحرجه. فنسي العالم النسخة في جيبه وصعد إلى الطائرة، وبسبب طول الرحلة والملل الذي يتخللها قال: أخرجت نسخة القرآن من جيبي عندما أحسست بوجودها، ثم فتحتها وقلبت الصفحات فوقعت عيني على سورة الكهف فقرأت، ثم استوقفتني آيتين وهما قوله سبحانه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، والآية: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. يقول الطبيب: إن تقليبهم وهم نائمون مفهوم من أجل ألا تتقرح أجسامهم إذا بقوا نائمين على وضعية واحدة، لكن ما فاجأ الطبيب قوله في الآية السابقة عليها: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، بمعنى أن الشمس تدخل الكهف كل يوم لكنها غير مسلطة على أجسامهم مباشرة. ويقول بأن هذا معروف في علم الطب، فحتى لا تحصل تقرحات السرير يجب أن تكون الغرفة مهواة وتدخلها الشمس دون أن تكون مسلطة مباشرة على الجسم. ثم عاد الطبيب للتفكر والتدبر في الآية التالية، حيث يقول بأنه فعلاً حتى لا تحصل التقرحات يجب أن يقلب الراقد حتى لا يتقرح الجسم ويتعفن وتأكله الأرض. لكن الذي أدهش الطبيب أكثر أن كلبهم لم يكن يقلب مثلهم، وإنما باسط ذراعيه بالوصيد على وضعية واحدة طوال 309 سنوات، ولم يتقرح جسمه ولم يتعفن. هذا الأمر دفع الطبيب الألماني إلى دراسة فسيولوجية الكلاب، وما أثار دهشته أنه وجد أن الكلاب تنفرد بوجود غدد تحت جلدها تفرز مادة تمنع تقرح الجلد ما دام في جسد الكلب حياة حتى لو لم يتقلب، لذلك لم يكن كلبهم يقلب مثلهم في الكهف. هذا الطبيب أسلم بسبب هذا الأمر الإعجازي. هذا ما أدهش صديقنا الألماني. أما ما يدهشني أنا أن الطبيب الألماني من أول قراءة للسورة استوقفته أمور إعجازية ولم يمر عليها مرور الكرام كما تفعل غالبيتنا السحيقة. فكم قرأنا سورة الكهف من مرة دون أن ننتبه أو تستوقفنا ملاحظة عدم تقليب الكلب أثناء نومه، رغم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتدبر القرآن، فلنتدبر دقيقة كي تصلنا الحقيقة.